طبعا انا كنت منهاره طبعا، منهار. حاجه مش متوقعاها يا استاذ وائل، يعني ان الاستاذ حلمي بكري يتكلم ويقول ان بالنسبه لاحمد الكلام ده، فانا يعني مش مستوعبه، يعني قلت اكيد دي اشاعات، حد بيتكلم وزي ما بيحصل انك تسمع ان احمد عدويه في مستشفى، تسمع ان مش عارفه مين في معبرتوش هيموت في مستشفى ايه دي واحده يا استاذ. لا ما انا بقول له، ما انا كان بقول لك يعمل لي لحنين ثلاثه ما لا 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 انا عارفه قلب اسود ده يا نوت، يعني كنت ساكن معاه بالزمالك ازاي لا 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 يعني مش مهم حتى لو نفسي اعمل لك لحنين، لكن خلينا في خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. يعني هو ما هو كان نفسي اعمل لك لحنين فانت رفضت يعني. طيب بص يا استاذ وائل، انا ممكن اتقبل النقد بس ما اقولش البني ادم اقعد في البيت بطل غنى. لا هنا كاني بطل لقاءات، كاني بقول له موت، كاني بموته. طب انت بتموته ليه يا استاذ حلمي؟ هو انسان حياته بالنسبه له الفن بتاعه وغناه وحب الجمهور. طب ليه اجيب لانسان احباط يعني؟ طب ليه؟ ابدا انا اجيب واحكم عليه ليه بانه يقعد في البيت؟ حضرتك ده كده قوان يا نص، يعني احكم عليه سمعت كده قواني قوان قوان ده هيخليك اكثر تصميما وعزيما انك تكمل يا خرابي. انا هكمل واكمل واكمل لو في عمر ان شاء الله، ربنا يديلك الصحه وطول العمر ان شاء الله يا استاذ احمد. والله حماده تغني حاجه كده بتحبها لاحمد عدويه كده، وقبل ما يعني ما تقفل يعني. انا ده الاستاذ احمد نغني له كل حاجه، بس هو انتوا معاكم دلوقتي يعني حبيب قلبي يا حماده، انتوا معاكم التاريخ واحد يعني هغني. الله يكرمك يا غالي، الله يخليك يا عم احمد يا استاذنا. و تعيش يا استاذ. انا تعيش. انا طبعا انا يعني انا بعيدا تماما عن اي كلام، احنا مش عايزين، انا واثق دلوقتي احنا لا عايزين نزعل لا استاذ حلمي ولا عم احمد. هو في الاخر هي وجهه نظر وتحترم وبس. انا ولا ده الهدف، هو يعني التاكيد على ان احمد عدويه ما زال متوهجا ومتالقا دون الرد على احد، يعني اللي مش طبعا هو في النهاية لا له وجهة نظر، هي وجهة نظره يعني، وأي حد من حقه إنه يبدي وجهة نظر. طبعا يا أستاذ وائل، وطبعا إحنا يعني أحسنت في اللي أنت عامله دلوقتي، وربنا يوفقه. أي حجم الرسائل اللي إحنا لسه هنقولها دلوقتي هتشوف حالة تضامن. طب قول لنا حاجة كده يا حمادة بتحبها لأحمد عدوية يعني. في هو كل حاجته بتحبها، مش حمادة كل حاجته يعني. يعني انت لو يعني نقول، طب نقول ايه يا عم احمد؟ نقول ايه مع بعض؟ اقول ايه؟ نقول حبه فوق. لا بلاش، بلاش اللون ده معاك. هتتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا. ما بلاش اللون ده معانا بنات ده معانا. يا عم احمد احنا اللي نقعد في البيت مش انت. الله يخليك يا ماما، هنسيبك كده على كيفك، بطلنا خلاص نلاقيك، وفي يوم لو زرنا طيفك هتقول الله يخليك، حصل ايه مننا خينا وعدنا ولا بتجينا، حصل ايه مننا خينا توعدنا ولا بتجينا، وتعدي ولا بتسلم بكره اللي عطاك يعطينا، وتعدي ولا بتسلم بكره اللي اداك يدينا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا، ولا احنا عشان مش قدك هتتعب ويانا. ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا. الله 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 على كله لما تشوفه قول له هو فاكرنا ايه؟ إيه؟ مش ماليين عينيه، هو فكرنا ايه؟ مش ماليين عينيه،
روح قول له روح ايه كله على كله بره والبره مين ده احنا ده احنا معلمين لو الباب يخبط نعرف بره مين لو الباب يخبط نعرف بره مين نعرف بره مين هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه ما تروح قول له جرى ايه الله على كله ايوه شكرا يا حماده الف شكر حماده هلال الف شكر اقول بعض الرسائل الناس الفنان احمد عدويه فنان البسمه والشباب الدائم ربنا يخليه والسلطنه اهم حاجه السلطنه دي رساله ثانيه أنا مؤلف أغاني شاب وعدوية رمز في الغناء وأتمنى إنه أنا إنه أنا يبعت لك أغاني أغنية يعني هو راجل بيته مفتوح للجميع وقلبه مفتوح للجميع تحية لملك الفلكلور وللزوجة الوفية دي رسالة تانية بعد وفاة عبد الحليم حافظ اتجهت لسماع الأغاني الأجنبية وكنت لا أستسيغ أسلوب عدوية ولكن عندما سمعت أغنية يا بنت السلطان أسقط في يدي وبكيت وأصبت بهوس اسمه أحمد عدوية واقتنعت أن عدوية هو المتحدث الرسمي للطرب والأصالة سؤال عم أحمد شايف مين وريثك الشعبي ورأيك إيه في أحمد شيبة ده سؤال من متصل من مشاهد هنسأله دلوقتي تحية إلى أعظم مطرب شعبي في العالم أحمد عدوية و يعني بلاش التنبح والكلام ده وجهات النظر يا جماعة مش هنتعامل معاه لأنها طيب في أنا بموت في صوت محمد ربنا يحميه ويوفقه يا رب أحمد عدوية مدرسة منور الدنيا أنا مطرب وطول عمري بنتعلم منك رضا العدوي بجد زوجته ونعمة الزوجة وكفاية وقفتها معاه أحمد عدوية فنان بالفطرة ومحمد عدوية فنان موهوب الوحيد اللي غنى لبنت السلطان هو مفيش حد غنى تاني لبنت السلطان يا أستاذ أحمد لا انت انا مش يا بنت السلطان ويا بنت الأمير عنده اغنيه كمان بس مش اي سلطان يعني لا بنت الامير كمان عم بنت الامير وبنت السلطان بنت الامير وبنت السلطان يعني في ليل يا عيني يا ليل ليل يا عيني يا ليل ليل يا ليل عملها برضه لمرات نوسي شوف بنت الامير الربط لي منديل ودواير وحرير انا اخطف واطير على كبر قصر النيل اغني لها المواويل تعالى وخش عليا يا وادي يا غالي عليا وتعالى وخش عليا يا ونيسه يا غالي عليا نار يا حبيبي نار فول بزيت الحار قلبي مولع نار اول مره اسمع حاجه انت بيها لا 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 ازاي نار يا حبيبي نار عشنا على الاغاني دي يا استاذ فول بزيت الحار بس هنا ايه اللي دخل بقى فول بزيت الحار هنا بقى ما عشان عشان اللي ال 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 الغنى زيت الحار طعمه ايه؟ بيبقى حراق؟ زيت الحار بيسلطن الواحد اجمل فول بالزيت الفول بزيت الحار يعني. نار يا حبيبي نار فول بزيت مع البصل كده وهم ليه الجمال ده يا طبعا هانم. طبعا طبعا وعيس هانم يا بنت الهانم والله العظيم تلاقي سوري هي عموما مدام نوسي لسه هتكلمنا عن ايه اللي بتحبه في اغانيك بس